بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدة بين الجمهور العربي على مستوى إنتاج دول الخليج، حل مسلسل ليلة السقوط بالمرتبة الأولى، تليه أعمال أخرى بعضها كان مثار جدل لكنها نالت نصيبا وافرا من المتابعة، حيث حل بعده مسلسل دفعة لندن، ما يؤكد مصداقية الجهة التي أجرت الاستفتاء. ويعد المسلسل الذي كتبه السيناريست المصري مجدي صابر وثيقة تاريخية مهمة قدمت بإطار فني وأدبي وبموازنة كبيرة، ونالت تفاعل الجمهور وكانت مثار نقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي. بل إن آراء عديدة ذهبت إلى التصريح بأن المسلسل لم ينقل صورة البشاعة على حقيقتها في السنوات التي تناولها. وحقق العمل الذي اشترك فيه العشرات من الفنانين الكردستانيين والعرب في شتى النواحي وأخرجه ناجي الطعمي أكثر من هدف، لعل من أبرزها إظهار الجانب البطولي والتضحيات لدى جميع القوات التي اشتركت في عملية تحرير الموصل. وعلى الرغم من الموضوعية التي اتسمت بها عملية كتابة المسلسل، إلا أن هذه الموضوعية نالتها سهام بعض الموتورين الحاقدين على قيادة وشعب كردستان والبيشمركة الأبطال. وتناول الكاتب جانبا من ملحمة تحرير الموصل باختيار زاوية نظر موثوقة لبطولات قوات البيشمركة، حيث يستحيل معالجة الموضوع بالإطالة على جميع تفاصيله دون أن يغفل الأدوار الأخرى لصنوف الجيش والحشد الشعبي والتحالف الدولي. كما قدم المسلسل بطولة المرأة وشجاعتها وموقفها المشرف في مراحل وسنوات الصراع في أوجهه. أما نهاية المسلسل المفتوحة فلا مراء أن فيها رسالة صريحة بأن تحدي المجامع الإرهابية لا يزال قائما طالما بقي الفكر الظلامي والنزعة العدوانية لدى بعض المحسوبين على الجنس البشري، ما يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقته سواء في أرض العراق أو أي أرض أخرى.